ايه ده؟ انت صاحيه بدري قوي. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. انا رايح اشوف قرايبي دول اللي كلموني امبارح اللي قلت لك عليهم. طب كويس، ربنا معاك. ربنا يخليك. ان شاء الله تلاقيها. انت كويسه؟ اه الحمد لله. والاستاذ حسن كويس؟ الحمد لله. طب ومي؟ كله كويس ما تقلقش. طيب اوكي. طب الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ مش عارفه في ايه. طيب انا همشي. اوكي انا نسيت حاجه بس هجيبها من جوه. طيب حابه اطمن عليك. ميرسي قوي. اوكي باي. على فكرة احنا وصلنا. إيه؟ على فكرة يا سعيد. فين؟ هنا؟ هو الكيلو ال 38. هو مش عدينا ال 38. طب ثواني يا باشا، ثواني يا باشا، انزل كده. احنا هنا عند الهرم اهو. باين. اهو يا باشا، اهو اهو. حمد لله على السلامة يا باشا. الهرم وراك اهو. بص الجمال. الله. بص الطعامة بذمتك عندكم في لندن، جمال كده وهرم كده. مفيش هرم غير في مصر على فكرة. مش كده يا باشا؟ ايوه طبعا. عشان تعرف بس ان مصر دي ام الدنيا. هو احنا المفروض كده قربنا. قالوا لي الكيلو ال 38. الو ايه يا ام كوثر؟ ايه ده؟ حصل امتى الكلام ده؟ لا 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 لا، اطلعي بقى على المستشفى على طول وانا جاي. انا جاي هرد. انا جاي 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 لك يا ام كوثر. سلام سلام. في ايه يا سعيد؟ مفيش يا باشا، الوليه مجرد وجودي بتولد دلوقتي حالا. الله، الف مبروك يا عم. يا باشا معلش، على عين ان حسيبك والله، بس لا لازم لا اطلع لا. على المستشفى. روح انت اطمن عليهم بس. ولو جه واد على وشك نسميه ادهم. حلوه دي حبيبي. طب ولو بنت؟ ادهم يا صغنطاطه. الله عليك حبيبي يا باشا. يلا اكلمك. يلا سلام 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 سلام. الو. ايوه انا ادهم. انا وصلت على الطريق بعد الكيلو ال 37 كده على طول بعد اليافطه. انا نزلت. لا ما معيش عربيه تاكسي، اللي كان معايا بس اضطر يمشي. طب انا مستنيكوا، انا مستنيكوا في الشارع. يلا سلام. انت أيوة. ادهم الشرقاوي؟ ايوه يا فندم. طب أيوة. شويش كده طلع اللي معاك. طلع. حاضر 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 حاضر. شفت ايه؟ حاضر والله. حاضر اهو اهو اهو. اخلق فلوس. هات المحفظه اهي 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 اهي. بص يا فلوس. لا لا خلاص خلاص يا خلاص يا خلاص.